نيجي فيها هنا ستون تاون نحس نفسنا كده ان احنا اتخلعنا من الواقع الافريقي اللي احنا عايشينه ده ونرجع كده لايام زيارتنا لعمان. من كتر التشابهات اللي احنا بنشوفها ومن كتر الحاجات والثقافات واشكال الناس اللي بتمر علينا، فقررنا نعمل بقى الحلقه ديت نوريكم اوجه التشابه وازاي الثقافه العمانيه اثرت ولسه عايشه في ضواحي زنزبار. الواحد من الحاجات اللي جابتها عمان هنا كان وقتها ايام السلطنه العمانيه زنزبار كان فيها 80% من القرنفل في العالم كله، ولغايه دلوقتي زنزبار معتمده على القرنفل في التصدير، يعني حتى الافواج السياحيه بتيجي تعمل زيارات عشان تشوف انواع البهارات اللي بيعملوها ومن اهمهم القرنفل. Product we get on Oman, tikanzu, kofia, odi, and the all things in the shop to beg Oman. What did Zibari talk from Arab? A lot, almost everything. Eating culture, how to celebrate Eids, and the way we dress up. Especially the functions like the weddings and other functions, we do the same, almost the same. People from Oman, they came to get married, to marry girls from here. So they took there. So it's like if somebody got married there, took his brother to get a job somewhere. There's a lot of Swahili people works in Oman. So you find people speaking Swahili in Muscat, especially in Muscat. لما تمشي هنا كده في شارع زنزبار تلاقي كل الناس كده، يعني ايه بتقول سلام عليكم وازيكم عاملين ايه وبتاع، تلاقي الناس فهمك، ناس كده بتفهم عربي، يعني ايه المبادئ والاساسيات. سألنا بقى بعد كده لقينا موضوع ان الزنزباريين بياخدوا عندهم في المدارس اللغة الأولى عندهم بتبقى سواحيلي طبعا اللغة الأساسية، واللغة الثانية يا إما بتبقى إنجليزي يا إما بتبقى عربي، وكلهم بيفضلوا العربي عشان اللغة السواحيلية أصلا تلتها عربي. Our language is about 31% Arabic. 31%. We have wazir, we have rais, we have lakin, walakin, bas, naam, bas. Bahari, naam, bahari. Samaki, naam, kalamu. You can, if you speak some words in Arabic, I can say this is yes, this is no. Okay, the numbers. Which numbers you have? Number sita, labda sita wa saba. تسعة أيضا عشرة إلى ألف نعم ألف عشرون ستة وعشرون، ولكن يسي عشرين ستة صحيح. شوارع ستون تاون عاصمة زنزبار واللي كانت في يوم من الأيام عاصمة عمان، تحس كده بالطبع العربي في كل جزء من أجزائها وكل شارع من شوارعها، إذا كان بشكل البيوت ولا شكل الشبابيك ولا لا، وخاصة الأبواب كل حاجة فيها طبعها عربي. البيبان أهم رمز من رموز زنزبار، موجودة في كل محلات الهدايا عشان الناس تاخدها كتذكار من زنزبار من هنا، حتى تلاقي فيها النقوش العربية القديمة كلها ملياها. لما تمشي بقى في شوارع زنزبار كده وتسمع مزيكا تحس كده ان الموضوع يعني بيلخبط معاك، مش عارف يا مزيكا عربي ولا مزيكا سواحيلي، عشان المزيكا السواحيلي اصلا متاثره جامد بالثقافه العربيه، ف
فجينا بقى هنا مدرسة المزيكا في مدينة ستون تاون عشان نشوف لي الحكاية. Tarab is a traditional music of Zanzibar and it came here in 1870 during Sultan Baragash. He sent one of the Zanzibarian talented musician by the name of Mohamed Ibrahim to go to Egypt, Cairo, to learn Egyptian music. And he learned oud and violin and tabla. So the community in Zanzibar, they loved so much this kind of new music in Zanzibar. Started a little bit to change from singing Arabic language, fusing with traditional dancing and drumming from Zanzibar. So the tarab started to be very famous in Zanzibar, also spread in, at that time it was called Tanganyika, mainland, because people, they could enjoy African rhythms and also hear Swahili language. من الحاجات العمانية بقى اللي مش هتوحشك وانت موجود في زنجبار، حلوة حلوة عماني، حتى ريحتها عماني، ممكن تلاقيها في كل شوارع زنجبار في كل الأزقة والأماكن الموجودة، حتى قهوة ممكن تشربها في فناجين عربية. From Oman last year, we brought with us like big boxes of halwa to give them away for all of our friends because we said, yeah, everybody must know this sweet. And in the end, we ate everything just by ourselves. بس حلاوة الموضوع بقى في عمان واحنا بنشتري، كل ما تخش محل يعرض عليك ان انت تدوق. دخلنا بتاع كده يعني خمس محلات، قعدنا ندوق لغايه ما ملينا، وبعد كده في اخر محل اشترينا. بس هنا ما بتجربش، هنا تشتري على طول. زنجبار القديمة كمان برغم ان هي صغيرة، لان فيها اكثر من 50 مسجد في كل زاوية وفي كل ركن زي المساجد دي. كمان يعني العمانيين ما سابوش بس مساجد، سابوا كمان تسامح. يعني زنجبار هنا فيها يعني زي ما تقولوا كده نصها ممكن يكون شيعة، ونسبة كبيرة منهم شيعة ونسبة منهم سنيين، لان الناس عايشة في تسامح جدا وكل الامور على ما يرام. يعني بعد 200 سنة من حكم زي عمان لزنزبار، هتقدر تشوف تأثيرهم في كل حاجة من نواحي الحياة اللي موجودة في زنزبار، وده اللي كنا بنحسه في كل مرة بنيجي فيها ستون تاون هنا، وده اللي حبينا ننقله لكم في الفيديو. لو انت يعني من عمان ورحت عمان او حاجة كده، اكتب لنا برضو في الكومنت لو الحاجات دي فعلا تشبه الحاجات اللي احنا شفناها هناك ولا لا. بس احلى حاجة في الاختلافات دي كلها الاختلاف اللي بتشوفه في وشوش الناس والثقافات اللي مرت عليهم، وقد ايه اختلطوا بكل الثقافات اللي جات لهم. في المشاكل يعني وقفتهم وقفة عرب كده مع بعض، حس كده يعني ايه، ما عندهمش حتة اللي عنده مشكلة يجري. النار ضربت هنا، كهرباء، كل الناس دي واقفة في الساعة.